أخبار اليوم. لكل الناس اللي بتشتكي دايما ان معظم منتجات التجميل والعناية بالبشرة سعرها عالي، النهاردة هنجيب شوية وصفات كتير جدا كلها موجودة في البيت وسعر رخيص جدا ومناسبة جدا لأنواع بشرة كتير وبتعالج كتير قوي من مشاكل البشرة. تعالوا نشوف. مية الورد من الحاجات الشهيرة جدا لكل وصفات التجميل اللي على مر العصور دايما بنلاقي وصفات كتير جدا بيدخلها مية الورد. مية الورد من الحاجات المفيدة جدا للبشرة اللي تديها حيوية ونشاط، وكمان بتساعد ان هي تبقى مترطبة وما فيهاش اي مشاكل. لو انا وظبت على اني احط امرر قطنة فيها مية ورد كل يوم على وشي قبل ما انام، هحس بفرق كبير جدا من بعد اسبوع تقريبا استعمالها. على الرغم من ان دايما حاجات البشرة بتحتاج وقت اطول، لكن مية الورد بعد اسبوع بالظبط بحس ان مسامات وشي حجمها اقل، وشي كله فيه نضارة. لو انا وشي ناشف شوية او فيه قشر بلاقي ان القشر ده بقل كتير. واهم حاجة ان انا استعملها يكون نوع كويس من حد مضمون، يعني اروح عند حد عطار يكون مضمون اجيب منه نوع مية ورد كويس، وبحط منها بقطنة على وشي كل يوم بالليل. وكمان ممكن استعملها ان انا اشيل الميك اب من على وشي او بعد ما اشيل الميك اب احطها، بيخلي الوش كده يتنفس اكتر بطريقة احسن. من الحاجات الرخيصة والمتوفرة في أماكن كتير جدا، ياريت تواصلوا عليها.